ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير جدا. النهارده هنجرب مع بعض من جرين واي القرص الموف. هو اسمه كده لكن بيتعمل بكذا لون عادي جدا. ده شكله زي ما قلنا ان منتجات جرين واي بتستخدم بميه بس في بقع صعبه بنعوز نستخدم لها قطع من الماستيك الاخضر، فاحنا هنعتبر ان الفيديو ده ريفيو عن قرص الموف والماستيك الاخضر. هجربه على بقعة بقعة مرتبة صعبة جدا، لها فترة مش راضية تطلع، وبقعة سجادة. السجادة فيها اكلادور وفيها زي حرق. وعندي الكابوتينيه بتاع السرير فيه بالقلم الجاف كتير. هنجرب على كذا بقعة. ده المفروض انه قرص الدهون بيتحط عليه مية وبيتعصر نص عصرة، يبقى مندي وتستخدميه من غير حاجة. ولو انتي حاجة صعبة قوية بنحط من ده. فاحنا هنجربه كده وهنجربه كده، والريفيو هيبقى عملي قدامكو وهنستخدمه في كذا حاجة وهنقول رأينا فيه. قلت لكم انه سعره كان 140 جنيه، والمستك الاخضر 80. انا اهو بعلبته، وده لسه فاتحاه في الفيديو اللي فات، ما خدتش منه خالص. يعني الريفيو هيبقى لاول مره معاكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك. كنت هختم معاكم الفيديو واقول لكم هتوحشوني جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، ولو انتي مش جديده في القناه وما اشتركتيش ما تنسيش الاشتراك. ويلا بينا. بصوا يا جماعة، شايفين انتوا اكيد الاوساخ او البقع اللي موجودة على المرتبة. حاولت ان انا اشيلها بكلوريكس الوان وبالسترس، وبصوا هي انها ناشفة فمش راضية تطلع خالص. وفي كمان حتة تانية هوريها لكم الناحية التانية، اهي قوية جدا اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا يلا بينا نجرب ونشوف هتنفع في المرتبة ولا لا. بصوا ده طبق مية ما فيهاش اي مسحوق ولا اي حاجة، مجرد مية بس بنبل بيها او بنبل القرص فيها اهو الطريقة دي، وبنسيبه يعني اهو مندي شوية. هنجربه على البقع من غير ماستك ونشوف هتنضف ولا لا. بدأت الطينة تطلع هنا اهي. اهي شايفين انتوا اكيد اهو كل ده وسخ. بصوا لما انا طلعت اوساخ بس انا مش حاسه انها نطفت للاخر، فهم كانوا قايلين ان هي تطلع بالماستيك الاخضر، فانا هحط حته صغيره من الماستيك على القرص. هسيب لها ميه شويه بس. بصوا بتنضف. بصوا يا جماعه هي يعني بصوا فاضله حاجات بسيطه اهي بس الى حد ما نطفت. هي خدت مني شوية مجهود لان البقعة ناشفة جدا وليها فترة ما بتطلعش بحاجات كتير، بس يعني الى حد ما عجبني. والاوساخ اتحولت هنا تمام. تعالوا نجربها على حاجة تانية. شايفين ده الكابتوني بتاع السرير، في قطعة من الجاف كبيرة وفي حتتين تانية صغيرين، بس انا هجربها معاكم قدامكم على دي. زي ما انتوا شايفين ادي القطع الجاف. انا ما دعكتش والقطعه اختفت في ثواني ثواني، هي مبلوله بس تنشف واوريها لكم. بس انا للامانه من اول ما عملت كده بس ما دعكتش ولا اي حاجه. بصوا في قطعه تانية اهي، تعالوا اوريها لكم اهي. شايفينها هنا وهنا تمام.
دي لما انا بقعد اشتغل وابقى متكيه على السرير فالالم من ورايا بيعمل. بصوا اختفت اختفت اختفت. جربت حاجات كتير فيها بصراحة ما طلعتش. فهي القرص الموف في الجاف اديله 100% لانه من غير مجهود وسريع وريحته لطيفة. اديله فعلا 100% في بقع الجاف. تمام. في المرتبة بصراحة البقعة يمكن في ريفيوهات كتير حضرتها بتنضف بسهولة. فبالنسبة لتجربتي انا اديه 70% لاني خدت معايا مجهود تعبت يمكن عشان انا البقعة ناشفة وليها فترة وممكن عشان هو جودته كده مش عارفة. بس هو في الجاف زي ما انتوا شايفين اديله 100% بصراحة. تعالوا نجربه في بقعة السجادة. بصوا يا جماعة دي بقعة اكلادور احمر شايفين. فطبعا اكيد جربت فيها اسيتون جربت فيها حاجات كتير ما نفعتش معايا خالص. ادي القرص مبلول مية وقطعة صغننها خالص من الماستيك الاخضر. بصوا انا ملاحظة حاجة هي البقعة لسه ما طلعتش بس بصوا لون السجادة نفسه اللبني زهزه. بصوا بمسح بعيد عنها اللون بتمتص التراب. او لو انا عايزه اغسل السجاده مثلا على هبل لها ميه ثواني يعني لو عايزه اغسل السجاده على الناشف هتنفعني جدا. والبقعه خلاص بصوا بنسبه 80% بدات تطلع. شايفين هديت خالص. هي انا ما قلتلكوش انها طلعت بنسبه 100% بس للامانه بدات تطلع. بصوا هي مش مديه الايفكت للاخر يعني مش منضفاها 100% بس انا يعني بالنسبه لي مرضيه لانها مش باينه. الاول كانت باينه خالص وبعدين السجاده دي هتتغسل على الناشف بالقرص ده هتنور. بصوا اللون اللبني زهزه كان غامق كده من التراب. فبصوا البقعه طلعت بتاعه الاكلادور برده بنسبه 80% مش عارفه حوارت هي مش بتطلع البقعه الصعبه ولا ايه ولا عايزه شويه مجهود مني مش عارفه. اديني برده بعمل ثاني. خلاص هي نتفت للاخر يعني لا اتشالت ممكن يعني بنسبة 95 لسه في حتة هنا بس انا عارف لو دعكتها تاني اهي نتفت خالص 100% بجد. هي بس عايزة مجهود شايفين طلعت خالص مجهود شوية يعني مش سلكة بقى او بتاع. لا بصوا شايفين الالوان نورت ازاي. فبقعة الاكلادور طلعت والجاف طلعت بنسبة 100% تمام بس الجاف بتطلع اسرع. تعال نشوفها على بقعة تانية. دي بقعت بصوا البقعة دي بقعت تراب وحاجات ناشفة على الركنة برضو عملتها اهي. بصوا اهي عملتها بكذا حاجة وما طلعتش. نعملها بالقرص. طلعت وكمان واخده التراب كله هنا ولسه في حته اسمه ايه ده ماستيك موجوده. فحلوه جدا برضو في الاتربه الناشفه والبقع دي. خلت الركن حلوه برضو على الناشف بدل ما انا اغسل الكفرات بتاعتها وكده. تمام هي نطفت بس دي بلل مش طينه دي بلل. تمام دي يا جماعة بقعة حرق سجاير من جوزي. فكنت قارين عن الماستيك الأخضر وقرص الدهون برضو القرص الموف بينضفوا بقعة الحرق. طبعا أنا نضفت معاكم بقعة الأسيتون من على نفس السجادة وهشوف بقعة الحرق دي هتطلع ولا لأ. دي دهون لسه مصورة الجزء اللي هو بتاع الحوض. تمام باخد حته صغيره بحط هنا مثلا وهنا وتعالوا نجرب ونشوف هتطلع ولا لا. عجبني قوي فكره القرص الموف ده. هو اسمه قرص موف لكن لونه مختلف.
في السجاد بيخلي السجادة تلمع. يعني انا ممكن لو مش قادرة ان انا اغسلها بفرشة وكده تبقى على الناشف، هتبقى بتنور. بصوا اللون الابيض عندي رجع نور ازاي، بس طبعا البقعة بدأت تهدى لكن ما نطفتش للآخر. الأسيتون خدت معايا مجهود شوية، ودي شكلها تاخد مجهود شوية برضو، بس مش مجهود اللي هو مهلك. يعني أنا قاعدة على السجادة بعمل كده، بدأت تبصوا تهدى خالص. بصوا يا جماعه انا كده نظفتها وخلصت. هي بصوا قاعده حاجه بسيطه، انا واثقه اني لو كملت عليها هتنضف. بس يعني تقييمي لبقعه الحرق مثلا اديها 80% مش 100%، بس هي لحد ما طبعا انتوا كنتوا شايفين اول الفيديو عن اخر الفيديو كانت عامله ازاي، كانت ظاهره خالص. فدلوقتي ماشيه مع الوانات السجاده نفسها، يعني فيها قطع بيج فهي يعني ماشيه معاهم. تعال نجربها على الاوساخ دي. بصوا دي تراب، بصوا بجد يعني من غير دعك ولا اي حاجه السجاده بتنور. يعني انا هكملها طبعا مش معاكم في الفيديو، هبل دي وهنضف السجاده كلها واخليها تنور. يعني هغسلها غسله كده على الناشف سريعه، بجد يعني عجباني. لكن هي بقعه الحروق اديها 80 او 85%، تمام. طبعا دي حاجه كويسه، يعني هو اصلا بقع الحروق مش بتطلع باي حاجه. يعني انا جربت كنت دي غسلها اصلا غسلها بفرشه ومسحوق وهليله يعني وما خرجتش، فطبعا المنتج رهيب انه يطلع بقعة الحروق.